بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والعبادات، وتقبل الله الصيام والقيام يا رب العالمين. البنات، فيديو اليوم راح يكون تدبيرة لا ريكوبيراسيون نتاع أكنا هذا تاع أسرى ولا الدين. الأخت اللي قالت لك ما فائدة تكلمي الفرنسي، أنا نقول باللي هذه طبيعتي وهذا تكويني وهذه قرايتي، قرينا هكا حكمت فينا هذه العادة، ونهضر الفرنسي ونترجمها تمتم باللغة العربية، وكاين بزاف اللي يفهموني وكانوا طلبوا مني فيديوهات الفرنسية، أنا اللي ما قدرت لأنها طيحت لي معطيات القناة. وما فائدة لا غومارك هذه أو الملاحظة هذه. البنات، الفيديو اليوم قلنا راح نديرو لا ريكوبيراسيون تاع الكنادر، مازلنا في الكنادر نو باسكو راح نهضر لكم يا البنات على الكنادر تاع العيد الساع. قبل ما نروحو لاعاده التدوير، هذا واش نقصد اعاده التدوير صرا ولا الدين، راح نقول لكم الكنادر تاع العيد السنه راح يكون الراعي الرسمي نتاعهم هو الكالون القبيلي والامازيغي، او يعني نخيطوا به هذا الكالون، نخيطوا به كنادر القبيلي والكنادر بلوتو، نعم الكنادر الشاوي او الملحفه الشاويه. سبق اني تقاسمت معكم فيديوهات وين كانت فيها الملحفه الشاويه وكانت مخدومه مش للفصاله، نعدت لكم فيديوهات يعني بريزونطاسيون، نعدت لكم الملاحف اللي عندي لما كنت في الحانوت وكانوا مخدومين بالكالون هذا. هذا الكالون باهي بزاف وراقي، ويعني هو عراقتنا وتقاليدنا، تقاليد الشاويه، تقاليد القبائل، يعني الامازيغ عامه تنتج الحاجه تاعو باهيه باهيه بزاف. هنا خدمتها في قندوره قطيفه، خدمتها عندي دو جوغ يعني قبل شهر رمضان، ولبستها اليوم اول يوم رمضان. انا نحب دائما نلبس القندوره جديده في اول يوم رمضان، وما يهمش الا ما لبستهاش في العيد. الكالون هذا البنات سبق اني تكلمتكم عليه، راهو يتباع، انا شريته، هو يتباع باغتو في محلات بيع مستلزمات الخياطه، انا نشريه من مدينه قسنطينه، نشري يعني بلا كونتيتي، نشري باللي رولو، يعني رولو يكون شويه كبير، يكون مقفول، فقط يدير 25000. هذه الرولو يا البنات يخدم لكم الخير والبركه، هذا الا ما خدمش يخدم لكم واحد الخمسه ست كنادر كي والو. لما تخدموا لو تيسي فوق لا شوازيت، ولا اللي تحب تخدم القطيفه هي حره، لكن فوق لا شوازيت هكا باسكو رايحين للسخانه، القندوره تحتاجها يعني تقعد تلبسها مده. يعني الخياطه تاعو تجي سهله وباهيه او ميم طون، وتساعد بزاف البنات اللي حابين يخدموا مشاريع، حابين يخدموا كنادر للعيد، حابين يبيعوهم للعيد، او اذا عندك خياطه تاع الناس وما لقيتيش لي موديل وحاصله في لي موديل، اختكم من لي بيرل واختكم من لي كالون اللي يدقوا واللي كالون هذوك اللي يشرقوا، استعملوا حاجه تراديسيونيل، حاجه من تقاليدنا، حاجه باهيه من لو كلاسيك. هذو البنات اللي قالوا لك حطي لنا الخياطه نتاعك اللي كنتي تخيطي بك، لما قلت يعني لي روب كلاسيك كانوا باهيين ودراف، كنا نكونسونتريو على الفصاله ونكونسونتريو على لا فينيسيون مش على لا كونتيتي تاع لا غارنيتور اللي نحطوا فيها. قال لك حطي لنا بعض من الموديلات اللي كنتي تخدمي، هادو بعض من الموديلات، يعني كنت نخدم بزاف خيط الحنه والكالون القبيلي والسفيفه الشاويه. طبعا الكالون هذا راهو خرج غيسامو، يعني ما في وقت ما كناش نخدموا بالكالون هذا، راهو يعني غيسامو. كاين بزاف منهم الانواع، موديلات بزاف، انا هذا اللي خدمت به كندورتي، وعندي منهم كارتون، يعني هاد لي كالون راني عندي الخير والبركه. فقط لما شفت انه الاخوات بداو يكونسونتريو في كنادر العيد على الكالون هذا، جبت الكارتون تاعي، خيرت هذا وخدمت به الكندوره تاعي ولبستها. تقولوا لي علاه ما تقاسمتيش الكندوره، ما نعطيناش كي خيرتيها؟ فقط يا البنات لكم انه ما عدتوش تهتموا بالخياطه، ما عدتوش تهتموا بالفيديوهات اللي راني نزل، راهي عندي فيديو اللي نزلته مؤخرا والاخير اللي نزلته راهو فيه التنوره او لا جوب، ما فاتش راني في سمانه ملي حطيته ما فاتش ميم با 1000 مشاهده. للاسف المشاهدات راهي طايحه خلاص، والله راني مدي في كوراج، كوراج بالبنات اللي كلماتهم جميله وطيبه ومحفزه، ويداريو يا طاطا لا تعتزلي، يا طاطا احنا رانا معاك، والله رانا نخدم على مجموعه هكا يتعدوا على الاصابع، يتعدوا على الاصابع. المهم لما نلقى في جهدي ونلقى اني قادره وعندي وقت نعتلكم هذا هكا ساعه ساعه على ساعه احويجه، خلي نحتسب الاجر حتى وفي هذيك الفئه القليله اللي راهي تتفرج فيديوهاتي. البنات هنا عندي هذه الطابليه خيطتها لبنتي، يعني خيطتها ودرت لها هذا الديكور البسيط اللي هو الخيط نتاع الطريزه، درته كيما السيرفيلاج على الحاشيه، او ميم طون ديكور، او ميم طون باش كفيته، باش ما نقعدش نطبق في الجين ونمشي في الماشينه، ودي فوا البنات تكسر لي، وعلى بالكم لي ماشين اندستريال اللي فيهم الطريزه
راه ما يخدموش لي زيبيسور، ما يخدموش الحاجه الخشينه. على بها من الاحسن يعني استعملت ان زيكزاك دو سيت فاصون، يعني بهذه الطريقه هكا باش جاتني منها ان ديكور او ميم طون، يعني فينيسيون للحاشيه. ودرت او ميم طون على الجياب هاد البيتي زيكزاك رقيق ولا مقروضات، ما نعرف لي كان يبانوا لكم. هي حاجه سامبل سامبل خلاص، لكن هي تسمح لنا ان نديروا اعاده تدوير للسراول تاع الدين، ومفيده جدا في المطبخ بما انها تشرب الماء. واحده كيما انا اللافابو تاعي يقلب الماء، يعني يسيح الماء دائما، يعني البيمان راجعه عليا، يعني واحده كيما هك تكون واقيه وتشرب الماء على الكيف. يلا البنات نعت لكم كيفاش فصلتها وكيفاش خدمتها، لانه كوميم فيها شويه موديفيكاسيون باسكو السروال باش تقلبوا شويه بلا مع لو كور سي با فاسيل. شوفوا البنات انا راح نفصل الامام من الخلف ونرجع لكم، بما انه يحكم شويه وقت باش ما نطولوش على بعضنا، راح نفصلهم ونرجع. يلا البنات نحيت يعني قصيت الطول اللي نحتاج، هادو نخليهم دائما انا نستحفظ بهم لاني ندير لا ريباراسيون تاع السراول الدين، يعني لما يتقطعوا لما يتحلوا يعني الاهل بيتي ولا المعارف يعني معارف ابنائي يجيبوا لي سراول، هادو نحتاجهم دائما نحطهم من تحت باش ندير هذيك الرشيم باش ندير لا ريباراسيون ولا لا يعني كما نقولوا تعديل السراول اللي يتقطعوا، هذا دائما نحتفظ به. هنا قصيت قلنا الطول اللي حايبه وفصلت الجانبين ونزيد نفصل بين الرجلين، نحطو هذا ما نحتاجوش. كاين بزاف البنات لي فيديو تاع لا ريكوبيراسيون او اعاده تدوير السراول تاع الجين، يديروا منهم دي ساك قفف جو سي با دي شابو. انا درت اعاده تدوير الحاجه اللي نحتاجها، يعني كل وحده تحتاج حاجه تستعملها، يعني تقدر تدخل اليوتيوب الا حبيتي تخدم انساك كاين في اليوتيوب، يعني نعطيو لك كيفاش تخدمي انساك يعني اعاده تدوير سروال دين وترجعيه امباني قفه يعني واش حبيتي. انا الحاجه اللي نحتاجها على هي انطابلي يعني المئزر للمطبخ، على بها درت واحد لبنتي وهذا ليا، وحبيت نتقاسم معكم ربما تديو الفكره. انا نعدل احنا باش يجيوني كامل كيف كيف، وندير له تدويره باش ما يجينيش زاويه قائمة، يجي باش يسهل لي لما نجي ندير سيرفيلاج على الحاشية. وهذا تاع لونتخ جونب هو اللي نقصو، هذا واش كنت نقولكم البنات، انا ديفوا نعدل السراول تاع الدين لازم نحط قطعة من القماش لداخل وندير عليها الرشمة، يعني نرشم بالخياطة وكيعود عندي نفس القماش الدين يعني تكون الخدمة أحسن. هنا باش نعاود نخيط لازم نفتح الخياطه هذه تاع الوسط بما انها راهي مخيطه من برا، نعاود نفكها هنا حتى وين جاي الخياطه هذه، ونعاود نخيط هنايا في النص، يعني نعاود نخيطها ونبداو نديرو الديكوراسيون تاع الحاشيه. الدرعين البنات باش نحزموا الطابليه، انا من الاحسن ما تستعملوش يعني نفس القماش راه يجي خشين و يعني باش تعقدها او باش تربطها بوغ فيغ لو نو، يعني باش نديروا هذيك الربطه. انا استعملت قماش بيزو، شوفوا يعني يجي مطاطي، وانا بداتي ما نحبش الحاجه تكون مسيريه عليا في لاطاي، يعني لما نستعمل هذا القماش نعملوا يعني في الجوانب لما نجي نحزم به من الوراء يكون يعني يمد لك الاريحيه في الخدمه، ما تكونيش مجينيه. اذا خفتيها طبعا راهي تهبط لك الطابليه. الكتان هذا استعملته درعين سي با، ما فهمتش كيف نقول لكم لي كوتي منو من خيطتهم شويه، عدبني البيزو الماشينه حتى درت سكوتش تحت البيد بيش تاع الكاغط، وخيطت هنا في الوسط. بعد ما خيطتها رجعت من القدام وقتلت الخياطه هنا. راكم تشوفوا البنات ماهوش نفس القماش اللي مش نفس السروال اللي فصلت بكري، هذاك جاني خشين بزاف ما حبش يعديلي في الماشينه، اضطريت اني نخليه وزدرت واحد خلاف. لما نحل الماشينه السوداء هذاك تخيطه لي احسن.
هدفات لي هنا في الماشينه هذه. هادو على بالكم البنات هادو لي ماشين اندستريال اللي يطرزوا راهم تخيف خاجين، يعني ما يحملوش لي بيسير، ما يعقبوش الحاجه الخشينه. خلاص هذا واش عندي، يعني خدمه فيهاش خدمه خلاص، يعني ان فوا قفلت هذا الوسط وزيد نعقب له خياطه تزيينيه من الفوق. نجي هنا للجوانب، هادو فقط لويتهم على ثلاثه وكفيتهم، درت يعني خياطه منهم وجيت لصقتهم هنا في الحواشي. هذا مكان هنا، ومن بعد نجي نعمل الزيكزاك اللي قلت لكم او الديكوراسيون اللي على الحاشيه. بسم الله. نحل الزيكزاك شويه عريض، نرخف الميزان. الميزان اللي وين تعدي الخيط او الدائره هنا اللي في القدام وين يعدي يدخل الخيط، هذيك نرخفوها يكون الخيط يخرج باريحيه. كبه على الخيط اللي استعملت هي سبيسيال طريزه تاع امي الله يرحمها، يعني هذه من الارشيف جبتها، هذه نظن انه يفوت 10 سنين وهي محطوطه، يعني امي الله يرحمها كانت تطرز بهم، طرزت بهم في الماشينه ومن بعد قعدوا مخبيين، ونظن انه استعملتها حتى في طرز اليد. لما لقيتها وحبيت نستعمل نشوف لك مازال يمشي، والله يا البنات لقيت الخيط صحيح ومازال سوليد. شوفوا الخدمه تاع بكري مهما كانت، يعني الخدمه تاع بكري يعني في المواد في الخياطه، يعني عامه الخدمه تاع الحاجه تاع بكري تقعد دائما صحيحه، ما تروح ما تجي بارابور الخيط تاع درك يعني شاريه تاع الخياطه، ولما نجي نجبدو يتقطع لي فاسيلمون. هنا بديت البنات، شوفوا الحاشيه كيف درتها بالزيكزاك، درتو شويه ماهيش طريزه مي اون ميم تان درتو زيكزاك يعني مسيري محصول لبعض، منها تزيين ومنها اون ميم تان فينيسيون للخدمه. انا نهضر معاكم والكحلوشه راهي تصنت ليا، مسكينه فاتيكي بزاف ومازالت باش تولد، راني عساسه عليها وربي يسلكها على خير وعافيه ان شاء الله يا رب. انا نكمل ندير الزيكزاك على الحاشيه كامله ونعتلكم النتيجه. هنا كملت البنات، فقط درت الحاشيه، ما راحش ندير فوق الجياب، بلاصه شويه خشينه والماشينه شويه عذبتني وانا مزروبه. يلا درت تاع بنتي اسمها هي فقط اللي درت لها الديكور على الجياب، وهذه هي النتيجه ان شاء الله تكون تعجبكم وتقدروا ديروها البنات، تقدروا تخدموها اللي بغات بالماشينه الكحله، بما انها تقدروا تكفوها، يعني تقدروا تقلبوا خليني ماما نهضر، تقدروا تكفوها بالماشينه الكحله السانجير او الماشينه السوداء، تقدروا تكفوها عادي خلاص، تعقبها لكم فاسيلمون، تعقبها لكم احسن من الماشينه الاندستريال، نقصد اللي زيتها يعني اللي فيه مطريزه، اما الماشينه الاندستريال فقط خياطه نورمالمون يخيطوهم. الماشينات الصغار هذوك تاع الفاليزه الابيض ما عنديش علم، ما اظنش انهم يعقبوا الدجين غير اللي كان عاد شويه رهيف مثلا كيما هذا، الدجين الخشين راهو ما يعقبوهمش. هذا واش كان في فيديو نهار اليوم، نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وصحه بعد الفطور، ويوم جميل يوم موفق، ومع السلامه.